لا دي موجودة اصلا بس قديمة شوية طيب المسلسل بتاعي احداثه بتدور في مصر آه سنة 2014 آه فين في مصر؟ في تحديد في اسكندرية آه مسلسل من واحد حلقة آه بيدوروا مسلسل بين شخصين آه اسمهم كريم وساره آه كريم آه طالب في الاكاديميه البحريه آه كريم ضابط آه بحري تجاري ساره آه في بيزنس. مش هفوت في ديتيلز أو يعني المهم آه ساكنين في نفس الشارع اللي, اللي دايما كريم بيعدي منه وهو راجع من الجامعه لابس البدله ساره تبقى واقفه فوق شايفاه بالبدله كانت نفسها تعرف كل مره بتستناه كل يوم خميس بيرجع اجازه بتستناه بتشوف كريم هو معدي كانت حابه تتعرف عليه وتعرف على اكتر هو بيعمل ايه و, و... و في بينهم حاجه وكريم برضو بيبدا نفس الشعور دايما بيهتم بنفسه وهو مراجع ويظبط نفسه وعارف ان هي بتبص عليه وهو بيبص عليها عدت سنه اولى وثانيه في الكليه وثالثه وهي خلصت هي ابتدت تشتغل في بنك هو اخر سنه لسه كان في التدريب البحري فقبل ما يسافر التدريب والتدريب 12 شهر قبل ما يسافر قال لاهله ان هم عايز يكلم اهل لساره وفعلا راحوا كلموها وكان في قبول من من, من الطرفين يعني ان ساره كانت عايزه كريم وكريم كان عايز ساره كريم اتفق ان هو يعمل خطوه بعد ست شهور تدريب هو هيسافر ست شهور تدريب وهيرجع يعمل خطوبه هي وافقت كريم سافر ست شهور رجع في احداث كتير بتدور في النص مش هينفع احكيها عشان ما احرقش الدنيا بعد ست شهور رجع عمل الخطوبه وكانوا اسعد اثنين في الدنيا و وهي ما عايزه حاجه من الدنيا وهو معاها والعكس برضو متبادل يعني وبعدين في ست شهور تانيين تدريب اخر ست شهور آه وعدها ان هو يسافر ست شهور دول ويرجع ويبقى في بينهم بعد كده هيتجوزوا آه سافر كريم الست شهور عدوا ست شهور ثمان شهور اتناشر شهر وكريم مختفي وما رجعش متعود كل ما بينزل مينا بيكلم اهله بيكلمها مختفي تماما مفيش اي آه كونتاكت بينهم وبين بعض ما <محن> حدش عارف المركب اللي كريم عليها دي فين او وصلت فين او فين مكانها او يحددوا مكانها لحد دلوقتي ساره دخلت في انهيار وحاله عصبيه واكتئاب حاولوا يوصلوا له ما عرفوش جم زمايل ساره في الشغل بيزوروها لان هي بركتين ما بتروحش الشغل وكان في واحد فيهم اسمه حازم حازم ده المانجر بتاعهم المانجر المفروض بابا بالصدفه كابتن المركب دي الرحله اللي قبليها مش رحله كريم الرحله اللي قبليها وبالصدفه شاف صوره عندها في الاوضه وهما بيزوروها شاف كريم متصور مع المركب دي فعرف ان المركب دي اللي عليها كريم هي هي نفس المركب بتاعت ابوه أه فعارف القصة بتاعت المركب دي بالتحديد ايه اللي حصل لها و... ولسه هو حيران مش عارف يقول لها ايه اللي حصل ولا ما يقولش و... وصار مستنيه على امل ان هي تشوفه تاني او ما تشوفوش أه لا عارفه هو صاحي ولا ميت أه بس حاسه في يوم من الايام ان هو ممكن يرجع لها تاني ومفروض بعد كده ان حازم ده أه بيحبها او حبها يعني و... وهيقول لها على القصة اللي حصلت مع المركب دي أو على الأقل اللي عارفه عن المركب دي اللي حصل لها يعني بس مش هقدر أحلق أكتر من كده يعني ليش 31 حلقة مش 30 حلقة ما فهمت آه عديتهم أنا أنا عديتهم كتبنا في ولا كتير كتب وأنا ف عديت شو؟ عدينا الدنيا <applause> اه كل حلقه ممكن نعمل ايه فهي طلبت معايا 31 فقلت 31 مش عارف آه يعني شو بده يمرق بكل حلقه؟ اه لا يعني 31 حلقه من ضمنهم اللي انا قلته كله يعني ايه؟ انه كل حلقه كل حلقه الشقفه من اللي خبرها يعني انت عملت الصمت اللي عم تقلنا اياه هون طلعوا 31 حلقه يعني مش بالظبط اكيد بس لا كنت بهزر وانا بقول ان انا هم 31 حلقه عدتهم يعني بس يعني هو مش قال ممكن ممكن تبقى جزء تاني اصلا اكتر من 31 كمان اوكي لان في حازم في الموضوع حزم مش... حازم حازم فتح لنا قصه جديده اه حازم في لسه ده فيلم حازم ده لوحده اوكي بس آه. في محل انت وعم تحكي تخربطت بين كريم ورجعت قلت مينا <applause> لا قبل ما ينزل مينا اه فكرت مينا اه ذكرت آه. مدام بيتي مدام بيتي كتبتيها دي؟ لا لا ما كتبتها بس عم بسال مشان هيك عم بسال ارجوك يا مدام <applause> طب والتتر النهايه بقى <applause> نفكر فيها اذا بنشتري ما بنبعت وراك تروح رقمك عشان في ناس كثير بتكلمني عندي مدام كلوديا بإذنك فلو يومين اعطينا يومين معلش يرحمنا واعطينا يومين طيب يومين مش هعرف ان شاء الله شكرا غنى مينا اليوم بال بالايفال كان كثير ايموشنال كثير مؤثر كثير حلو كيف بيلعب على الكيبورد هو عم بيغني ولكن قعدته على الكيبورد خربطت له البوستشر تبع جسمه وهذا الشيء ما ساعده ابدا لانه كان شادد رقبته لقدام، كان عم بغني مع تشنج، آه، في محلات كان عم بغني كتير حلو على الواطي بس وقت اللي عم بيطلع على النوتات العاليين عم بيكون في شد ووضعية الصوت عم تقشط، عم ينزل شوي الصوت لورا، عم بيروح الرنّة المضبوطة، في محل فلتت منه العربية آه، بس اوفر اول غنى كتير حلو بالأول، أما بالنهاية وقت اللي عم بغني الفينال كان عم بغني الفوكاليز انا بالنسبة لي كان كتير كتير كتير, كتير بخيل. لانه كان في غني اكثر شوي او كان في كفي شوي فوكاليز اكثر، كان كان كثير حلو بس كثير قصير يعني ما لحقنا ننبسط باللي عم يعمله كان قطشه. بالنسبه للقصه ما راح افوت كثير بالديتيلز، القصه مهضومه، بيرجع بيعملها هيك اوبننج بالاخر بس بترك الاخصائيين بالمسرح والسيناريو يحكوا عن الموضوع. مينا اجمالا بغني كتير حلو اليوم ما كان مرتاح ابدا لانه بفتكر التهب بالموضوع القصه ونسي الاساس. العجبني انه القصه حلوه ما بها شيء القصه بس كانت طويله هو عم بخبرنا عم بياخذ وقته كثير وكانت طويله القصه بس بالاخر مثل ما قلتي كان قصيره قطشها أطش ما فهمنا شيء مفروض يعني انا بهالناحيه محمد كان احسن بالاخر أه مينا أه انا كنت مستنظره منه احسن من هيك أه الغنى كثير حساس كثير أه لذيذ وبالاخر ايه لو غنى اكثر كان احسن بس أه القصه أه يعني مش حلوه ابدا وبلا طعمه وبتنعمل بنص ساعه و... وراح وفل ورجع وخطبها و... وما رجع وما فهمت لشو لها طعمه كل هالقصه ما في وراها انا مع اني امبارح حكيتهم انه مثل ما بدكم تقولوا لنا ايمتى الزمان وايمتى المكان ووين المكان وايمتى الزمان وشو اسمن ابطالكن وكل شيء بدكم تقولوا لنا شو الحجه اللي مخليتكن تكتبوا هالقصه يعني شو بدكن توصلوا رساله من وراها شو بدكن تقولوا شو العمق تبعها بقصة هيك يعني مثل قصة محمد تماما انه يعني مثل هيك اللي هو اللي كنا نحضرهم من مئة سنة فجأني لانه انا بحب خياله وبحب شغله كنت بحس انه لازم يعمل احسن انا ما عم اقول عاطل هلا كارثه اصلا مش مفروض بعد عنا سبع سبع طلاب يعني سبع اشخاص مشاريع فنانين مش مفروض يكون عنا ايفال عاطل، ما بقى في ايفال عاطل وهيدا منو عاطل، بس انا كنت مستنظر هيك انه يبحث شي موضوع بيشبه الـ الـ الحضاره والتمدن يلي مينا بيتمتع فيهم، بي فيها قصه حب اكيد بس تكون هيك حامله قصص تانية يعني، بس بس هيدا شاب حساس وانا حبيت كيف غنى وحسيت انه فعلا الغنية اللي منقاها بتلبق تكون بتلبق تكون تيتر مسلسل يعني هيك هال الميلودية اللي فيها والدراما يلي جواتها يعني هالعذاب والصراع بالنسبة لمينا أول شغلة حبيتها كتير هي الغنية يلي غنيها بالأول لقيتها كتير ملائمة للمسلسل لدرجة إنه سألني إذا هو موجودة هالغنية أو اخترعها يعني هيدي شغلة إيجابية هلا الشغله الثانيه يلي ايجابيه نوعا ما يمكن القصه قصه كمان معروفه او باللاوعي موجوده انه وحده بتحب واحد وبيختفي او على مركب وبيختفي يعني منه شيء جديد بتصور ما فينا نطلب منهم اكثر من هيك يعني انا بالصف بعد لهلا بصفوف المسرح اذا بنقدر نعمل مشهد ثلاث دقائق بيكون عظيم فبتصور الايفال شوي صعب يعني بعد ليقدروا يعملوا قصه ولكن عند مينا مثلا لقيت انه في شدني ببعض الامور انه هالمركب يلي اختفى هالخطوبه يلي بعد ست شهور انه بصير في كذا احداث بعد ست شهور ناطرين يتجوزوا بيختفي المركب صديقه بالشغل بيو كمان كان بعرف بيعرف قصه هيدا المركب يعني حسيت انه القصه فيها طول لمسلسل يعني اضبط من محمد شاهين يلي يلي خبرنا اياه خاصة انه يلي حبيته عند مينا فات بتفاصيل حتى كيف تعرفوا على بعضهم، يعني كذا سنة هن كانوا بالجامعة، كيف كبروا بذات الحي، يعني آآ فعلا آآ ممكن تكون عدة محطات بهالكوب الهيدا. أه ولكن أكيد أه مش بعدنا دون أنا بالنسبة لي دون مستوى الإيفال 11 بس أحسن من يلي شفته عند محمد. متوقعة أكثر من مينا لأنه مينا حساس ولأنه عن جد بلش كتير منيح بأغنية بأغنية كثير ملائمة لمسلسل وكنت متوقعة إنه يغني أكثر بالآخر. عامة ايفال بيقطع ولكن بعدنا بالنسبه لي دون المستوى للايفال 11 اكيد انه صوت مينا هو صوت حساس وبيلبق على انه يكون تيترات مسلسلات لانه في هيدي الرومانسيه في في هيك بيفتح مجال انه الواحد يتخيل قصص حلوه اللي حبيته اليوم اللي عم حبه بالأيفال هو أنه عم نخلي الطلاب الموجودين يبلشوا يفكروا بالموسيقى التصويرية كيف معقول يخترعوا موسيقى تلبق لمشهد تلبق لمسلسل هيدا بتنميلهم خيالهم بتنميلهم إبداعهم وحلو كمان أنه حتى هنو عم بيغنوا يكون عندهم هدف يكون في هدف من غنائهم من الاغنيه اللي اختاروها تيعرفوا هذا <applause> اكبر نجوم هلا بغنوا كثير المسلسلين مزبوط وهيدا الشيء بخليهم كمان يكونوا مبدعين هن بي... انه يعرفوا يختاروا فيما بعد شو بدهم يغنوا اكيد انه بيض شوي تعب بصوت مينا هذا يمكن يكون تعب عادي تعب صوتي يعني بيمرق او مرض او واضح هيدا الشيء ولكن المنيح انه واحد بالرغم من كل شيء هو مارق فيه من تعب انه يقدر يغني اللي أه ما حبيته هو انه أه ما عرف كتير ينقي طبقه يمكن مناسبه لانه هو مريض او تعبان او كان في وط شوية طبقه يقدر يكون مرتاح اكثر و ولازم مينا كان يعرف انه بال بالفينال تبع المسلسل لازم يطول اكثر الاغنيه تبعه لانه في أسامة في أسامة اللي شاركوا اللي مثلوا اللي عملوا كل الشغل بدها تمرق وبالمنطق انه هي لازم تكون اطول كان لازم يغني لنا اكثر